ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايبي جايه، رحت السوق النهارده، جبنا شويه حاجات، فكنت بتسوق. جبت النهارده فراخ، لقيتها رخيصه قوي، فتعالوا نخزنها مع بعض. وازاي نعرف نقسمها وتقضي الشهر كله بثلاث اربع فرخات ممكن تقضي عيلتك؟ يلا مع بعض نشوف. انا جبت الفراخ وغسلتها كويس جدا، نقعتها في ميه وملح وليمون وخل، وغسلتها مره والتانيه كمان، علشان انا بحب ايه، انقعها في ميه وخل وانضفها، وبعد كده انقعها بميه وخل وملح. تمام، تعالوا مع بعض نقسم الفراخ. هجيب الوراك، انا جايبه الفرخه كبيره شويه. بسم الله. اول حاجه حميت السكينه، يعني سنيت السكينه بالمسن عشان اقدر على طول. الفراخ دي هعملها تتبيله تركيه او هعملها فراخ كنتاكي. بصوا ازاي، وتقدري تعملي كميه كبيره لولادك، عشان ايه، انتوا عارفين ان الحياه غاليه. و هنكمل باقي تقطيع الفراخ. انا هنا عملت الكبد والقوانص، قطعتهم علشان بعملهم خلطه للرز. هنا دي الصدور بقى، هعملها ونقطعها زي ما انتوا شايفين. هقطع بني وهقطع ستريبس وقطع قطع عشان بشوحها مع بصل وتوابل. هنقطع الاول الفراخ، نشيل الاجزاء طبعا زي ما انتم شايفين معايا. انا بقطع حته من الكتف بتاع الفرخه وحته كمان من الصدر، علشان بسلقهم او بحطهم مثلا بتتبيله ومعاهم، اللهم صل على سيدنا محمد، معاهم على صينيه بطاطس. شايفين ازاي انا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ فبتبقى ايه، فيها لحم ده كده. هقطع دي الرقبه بقى اهو معايا. علشان نخليها كده بعد ما خلصت كده. بصوا انا قطعتها ايه، قطعتها وجبه للبني اهو، بس قطعته تخين علشان ايه، هاجي كده لما اعوزه او اعوز اطلعه هشرحه بالسكينه كده. بصوا بشرحها كده علشان تتفرد معايا وتبقى اتنين، ما تبقاش رفيعه قوي ولا تخينه قوي. بصوا قد ايه، اهي حجمها بيكون كده، فعلشان كده انا ايه، هشيلها زي ما هي كده. شايفين اهي، دي وجبات، وجبه اليوم يعني، فهتقضي معاكي. وقطعت هنا كفته، دي البواقي اللي طلعت، والبواقي دي انا بسلقها عشان عايزه ارميها للقطط. دي اهي الكفته بتاعتي، دي بواقي ايه، الفراخ اللي انا ايه خليتها خالص. دي كفته وهكتب عليها دلوقتي، هكتب بانيه، هكتب كفته، هكتب ستريب. يعني بصوا القطعه برضو قد ايه، اهي شايفين،
ما شاء الله تقضي الوجبه بتاعتي وهتكفي وهتزيد. ودي قطع بعملها جنب، بحط معاها فلفل الوان وبصل، لو عندك مشروم برضو بتحطي يبقى طعمها حلو قوي. هتاكليها كده تغميس بالعيش يعني، او تحطي جنبيها مكرونه بالصلصه، تعمليها في الوايت صوص. وجبه برضو معانا تاني، ودي بقى ايه الدبابيس، هحط على قدنا على قد وجبتك بالظبط، حطي هتبقى طعمها حلو قوي. من 3 فرخات بتطلعي وجبه حلوه قوي. ودي باقي الورق بتاعك برضو، ممكن يتقلي وقلي او يتحطوا بتتبيله تركي، يتحطوا في الفرن او يتحطوا على صينيه بطاطس في الفرن برضو بتبقى جميله. ودي الرقبه والجناح اهما، طلعوا معايا بصوا قد ايه وجبه يعني، هتفرديها في صينيه ممكن تدخليها الفرن تشيليها، تبقى جناحه مشويه بتبقى جميله قوي. وجبه كامله كيس يعني هتنفعك قوي. وهنا برضو كيس تاني، وبصوا طلعت معانا ما شاء الله كميه. وبكده حبايبي زي ما انتم شايفين ادي معانا قطع الكبد والقوانص، ودي الكفته وانا كتبت ورقه وهلزقها دلوقتي، ودي البانيه ومعانا الدبابيس اهي، اهو 6 دبابيس. وادي بقيه الورك اهو، طلعوا كيسين، وده قطع الفراخ، وده الستريبس، ودي ايه الجناحه اللي قلت لكم عليها، بعملها صينيه بتبقى مع مثلا مقلوبه او مع رز برياني، بتطلع بجد روعه. ادي الكميه من 3 فرخات ما شاء الله، ربنا يبارك. حاولوا تجيبوا اليومين دول لان الفتره دي الفراخ رخيصه قوي، فاذا قادرين جيبوا واركنوا في الفريزر مش هتخسر معاكوا حاجه من وقت للتاني، لانه انا بسمع انها توصل 20 يعني، تمنها حلو جدا ما شاء الله. يلا ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. سلام عليكم.